بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي حضراتكم وإنجاز لي أن أنا أسترجع أحد العبارات الشهيرة للأديب الكبير نجيب محفوظ، واللي قالتها بتوارد فكري أختنا مقدمة العرض: آفة حارتنا النسيان. وإحنا هنا بنقدم مقاربة في موضوعين اتنين. إحنا بس ما بنتكلمش بس على إن إحنا ننسى إحنا كنا إزاي في 2014 أو قبل 2014. هناك كثيرا من المجهودات بذلت تحقق فيها ملفات تم إنجازها والانتهاء منها بشكل كامل في برامج زمنية مضغوطة، وبعضها حققناه بشكل جزئي وبنستكمل العمل، بعضها كنا عند حسن ظن فخامة الرئيس في الجداول الزمنية اللي كانت موضوعة، وبعضها ما كناش عند حسن هذا الظن لأشياء قد تكون بعضها بيرجع إلينا وبعضها خارج عن إرادتنا. إلا أننا كان عندنا مجموعة من التحديات الرئيسية اللي بتواجه ملف التنمية العمرانية. التحديات دي احنا اخترنا منها النهاردة أهم خمس تحديات: ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، الفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، التكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، الاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المهدر، ضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي. لو انتقلنا للملف الأول والتحدي الأول، احنا زي ما قال دولة الرئيس في العرض بالأمس كان هناك كثير من الخطط والمخططات والخرائط، ويمكن دي خريطة التنمية والتعمير اللي تم إعدادها في الفترة من 1985 ل 1987، وكنا عايشين على 5.5% من مساحة مصر، ونسبة التحضر في مصر كانت 45، وللمفارقة كان خريطة التنمية بتستهدف الوصول ل 14% من مساحة المعمور. خليني أقول إن ده ظل حلم حبيس الأدراج والأرفف زي ما دولة الرئيس قال. احنا في 2011 بقينا 89 مليون عايشين تقريبا على مساحة 7% لما بنضيف لها البحيرات والأجسام المائية. نسبة التحضر نزلت ل 42% من 45%، لأن الزيادة السكانية اللي حضرتك أشرت إليها كان معظمها بيتم في الريف، وهناك كثير من هوامش العمران الحضري تريفت. وفي هذه الفترة كانت ابتدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سنة 87، وتم إنشاء 23 مجتمع عمراني هم مدن الجيل الأول والثاني والثالث. 23 مجتمع عمراني استوعبوا خلال تلك الفترة حتى 2014 5 مليون وشغلوا 750 ألف فدان. طيب خلال الفترة دي كان معدل الفقد في الأراضي الزراعية 17 ألف فدان سنويا بإجمالي 490 ألف فدان. طيب ماذا لو استمر الوضع بعد 2014 كما كان عليه؟ كنا هنفقد 150 ألف فدان آخرين. القيمة المفقودة للأراضي دي بتتجاوز 225 مليار. كانوا بيتطلبوا مرافق وخدمات بنية أساسية 250 مليار، بفرص عمل مباشرة ومفقودة 130 و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة. ده كان اللي هيبقى الوضع. طيب ايه اللي تم بعد 2014؟ تم وضع سياسات متزامنة للعمران الجديد في خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية، لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية. النمو العمراني هنا نمو اقتصادي، مدن جيل رابع ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة اللي هم 23. وفي نفس الوقت كان هناك إطار عمل لتطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية للوضع، ووضع ضوابط للتحكم والنمو العمراني غير المخطط للعمران القائم. تم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة، موزعين توزيع جغرافي متكافئ على
نطاقات الجمهورية المختلفة في الوجه الإبري، في إقليم القاهرة، في إقليم السويس وقناة السويس وسيناء، في الوجه البحري، ده بالإضافة إلى 14 مدينة مخطط البدء في تنفيذها. وزي ما احنا شايفين مجموع الـ 24 مدينة هي بتخرج بره إطار المعمور عشان تضعفه. البليونير الهندي والمطور العمراني الكبير، وده كان واحد في ساعة ما احنا ابتدينا نشتغل في 2011 كان رقم أغنى تامن واحد على مستوى العالم، وإلى الآن هو من ضمن أغنى 25 واحد، وبيشتغل في الريل استيت والتنمية العمرانية سواء في الهند أو المملكة المتحدة. وكان بيقول في التنمية العمرانية الحضرية يجب أن يكون تفكيرنا عظيما لأننا نفكر لعقود قادمة وبنخطط لأجيال يمكن كمان لسه ما اتولدتش، فلازم ان احنا ناخذ بمقتضيات العصر القادم مش بمقتضيات الوضع الراهن. والمقولة دي بتفسر لنا حجم العمل اللي اتعمل ده وليه عملنا ده، والاسئلة اللي حضرتك طرحتيها، ليه شبكة الطرق بالشكل ده، ليه مسائل النقل الجماعي بالشكل ده، لان احنا بنفكر تفكير عظيم لعقود قادمة لأجيال قادمة. تم الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة 1,300,000,000,000,000 جنيه في التسع سنوات، 25% منهم على مدن الأجيال السابقة 23 مجتمع اللي احنا أشرنا إليهم، و 975 مليار بنسبة 75% على مدن الجيل الرابع اللي تم البدء فيها من 2014. إجمالي الإنفاق 1,364,000,000,000، لأن ما تم إنفاقه على المدن الجديدة الثلاثة وعشرين خلال الستة وثلاثين سنة هو 64 مليار بمعدل 1.8. المعدل ده بعد 2014 قفز إلى 144 مليار جنيه سنويا لمؤسسات الدولة المختلفة في هذا المجال، اللي جمع معانا المليار وتلتمية وتلتمية تريليون وتلتمية مليار في تسع سنوات. احنا خريطة التنمية العمرانية مصر 2052 اللي تناولها بالشرح دولة رئيس الوزراء، احنا كنا في 14 بنشغل 7%، احنا دلوقتي في 23 بنشغل 13.7% بالضبط من مسطح الجمهورية من المعمور المصري، وده بإضافة المشروعات الجديدة اللي احنا ابتدينا في مراحلها الأولى عند اكتمالها هيكون 13.7%، ومن المتوقع ان احنا نتجاوز الـ 14% بحظوظ 2050. نسبة الحضر ارتفعت تاني من 42 ل 48.5، وده مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة والاقتصاد، لأن العمران الحضري بيعذى لي الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم بتدعو إلى زيادة نسبة التحضر عشان الأنشطة الاقتصادية. طبعا مشروع حياة كريمة هيكون له تأثير كبير جدا بزيادة نسبة التحضر. أمثلة بسيطة قد إيه القضاء على المناطق العشوائية وزيادة التحضر له أثر. أنا هنا بتكلم على أثر واحد، أثر اقتصادي. دي منطقة المدابخ في سور مجرى العيون اللي على اليمين حضراتكم، ده الوضع قبل التطوير وده الوضع بعد التطوير. احنا عايزين نقول ان مش بس البيئة العمرانية والبيئة الاجتماعية اللي تحسنت وهنتكلم على ده، احنا عايزين نقول ان احنا تعاقدنا مع هيلتون في فندق 5 نجوم 200 غرفة في نفس المكان اللي كان بيمثل بؤر التلوث. ده معناها ان مشروعات التنمية العمرانية اللي احنا بنعملها دي ماهيش لها تأثيرات اجتماعية فقط او تحسين وجه الحياة فقط وجودته، لا ده ليها مشروعات اقتصادية لما توجه ويتم العمل عليها بشكل جيد. نفس الامر في مثلث ماسبيرو، احنا مضينا عقد مع لفندق 5 نجوم 260 غرفة دابل تري باي هيلتون وتم التعاقد عليه. مشروعات التنمية العمرانية هي مشروعات اقتصادية في المقام الأول. احنا زيادة نسبة التحضر أدت ان احنا كنا في 2014 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كان اجمالي الطلبات اللي بتقدم لها في السنة حوالي 500 طلب بمساحة لا تتجاوز 5,000 فدان. احنا في 2023 حتى الآن متقدم لنا 5,122 طلب على مساحة 80,000 فدان. احنا العائد الاقتصادي اللي تم من بيع الوحدات بالدولار
وآسف مش من 14، من 2020 ل 2023 حجم الأراضي اللي تم بيعها بالدولار بتكافئ 6.5 مليار جنيه. طيب احنا كمان خريطة التنمية العمرانية بتوجيهات فخامة الرئيس لأول مرة تصل إلى مناطق لم تطأها لا مخططات تنمية ولا مشروعات على الأرض، وده مشروع التجلي الأعظم اللي إن شاء الله نتشرف بافتتاحه بتشريف فخامة الرئيس أول 24 إن شاء الله، وده اللي بيرفع عدد السياح اللي هيزوروا المكان لواحد ونص مليون سائح سنويا بتكلفة 10 مليار، ودي المرحلة الأولى اللي دي أمر بيها فخامة الرئيس. إن شاء الله في مراحل تانية لهذا المشروع. إذا انتقلنا للتحدي الثاني وهو الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، وهنا عندنا بعد كمي وبعد كيفي في هذه المسألة. إحنا الاحتياج السنوي نتيجة الزيادة السكانية بيتراوح ما بين 400 ألف و450 ألف وحدة سنويا، وكان عندنا في 2014 عجز متراكم 2 مليون، وعندنا مناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة على الأقل. طيب تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة بمؤشرات نجاح محددة. المؤشر الأول هو تقليص الفجوة العددية. احنا من 78 ل 2014 اجمالي ما تم انتاجه هو 1.6 مليون وحدة سكنية، وكان معظمهم اسكان شباب واسكان قومي، وده شكله اللي كان موجود في افضل اشكاله. 45 ألف وحدة سكنية في السنة، ده كان معدل الانتاج الوحدات السكنية. احنا دلوقتي انتجنا في التسع سنوات 1.5 مليون وحدة سكنية بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في السنة، اسكان اجتماعي وسكن لكل المصريين بمستويات وفي اماكن بتخدم كل المصريين. الاتنين مليون العجز والربعمية اللي كانوا مطلوبين في السنة تم إضافة 1.5 مليون زي ما أشرنا، إضافة إلى 100 ألف وحدة دي كانت حصص عينية بالشراكة مع المطورين، وإتاحة 230 ألف قطعة أرض، دول وفرونا 1.1 مليون وحدة سكنية. يبقى إحنا في خلال هذه الفترة الإجمالي 2.7 مليون، والخطة المستقبلية ل2030 إن إحنا هنقارب مليون آخر عشان نوصل 3.7 مليون. طب هل إحنا كده سدينا الفجوة؟ لا، احنا هيظل عندنا عجز طبعا، برضو مش واقفين عنده. احنا بنشتغل على اليات الاستفادة من الوحدات الشاغرة، لان هناك عدد كبير من الوحدات الشاغرة في مصر بيصل الى 2 مليون وحدة سكنية. مشاركة القطاع الخاص بنعمقها في الاسكان الاجتماعي، والاهم من ده وده هو العمل على ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة اللي بتاكل كتير من العوائد اللي بتيجي من هذه المشروعات. المؤشر الثاني هو عدالة التوزيع المكاني والنوعي للإسكان. احنا 100% من المشروعات اللي كانت بتنتج قبل 2014 كانت فقط لمحدودي الدخل وتتم بالمدن الجديدة، وتتركز معظمها حوالين إقليم القاهرة الكبرى. احنا عندنا في الوضع بعد 2014 26% من الحجم اللي احنا اتكلمنا عنه خارج المدن الجديدة، 81% من إجمالي الوحدات لمحدودي الدخل وبديل للعشوائيات واللي هنتكلم عنه، وبتغطي جميع محافظات الجمهورية. القضاء على المناطق غير الأمنة، احنا الفيلم اتكلم على 357 منطقة غير أمنة، تم القضاء، وده واحد من القضايا الهامة اللي كنا بنعير بيها في كل الأدبيات اللي بتتكلم على التنمية العمرانية في العالم، المناطق العشوائية وسكان المقابر. هذه الظاهرة تم الانتهاء منها ببناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية. وأنا هنا برضو عايز أقف مع حضراتكم على التفكير العظيم، إن الناس اللي عايشة في الصورة دي بقت عايشة في المكان ده. أنا ما بستكترش ده، أنا بقول مؤشرات الدولة التي تفكر في تنمية عمرانية حقيقية تحقق نقلة نوعية لسكانها ونقلة اقتصادية أيضا. في 22 تم الإنهاء والقضاء على هذه الظاهرة، وده مؤشر ثالث. احنا تم انفاق 85 مليار جنيه على هذا الملف. المؤشر اللي احنا بنتكلم عنه هو الدعم الكلي لهذه المناطق، ال 300 ألف وحدة سكنية اللي تم اتاحتهم لسكان المناطق غير الآمنة بالمجان ومفروشين،
ودي سابقة ما حصلتش في أي دولة في العالم. مشروع الإسكان الاجتماعي والسكن البديل لجمهورية مصر العربية واحد من المشروعات اللي بتفتخر به الأمم المتحدة دلوقتي، وخد أعلى جائزة في عام 22 في الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للمشروعات اللي تستهدف السكان والاستدامة. المؤشر الثالث هو التطوير الاجتماعي. الموضوع ما كانش مباني فقط، مزيد من الأنشطة الاقتصادية المطلوبة صغيرة الحجم عشان الناس اللي هتتنقل لهذه المناطق يكون عندها فرص عمل، بعض الخدمات المجتمعية الهامة جدا اللي بترعى الجيل القادم، تنمية وتحسين جوانب اجتماعية، الإدارة والمتابعة الجيدة حتى لا نفقد ما تم إنجازه في هذا الملف. احنا إذا انتقلنا للإسكان الاجتماعي، إحنا من 2014 حتى الآن تقدم لهذا المشروع 1,600,000 مواطن، 860,000 وحدة تم وجاري تخصيصها في الوقت الراهن، 63% من الوحدات اللي تم تخصيصها للشباب من 20 ل 40 سنة، 70% من هذه الوحدات حصل عليها العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحر مش موظفين الدولة، ودي كانت نقلة كبيرة جدا في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي وأتاحتها وفقا لقانون ونظام يضمن للجميع الحق في التقدم لها والحصول عليها. تكلفة الإنشاء لل 860,000 وحدة إسكان اجتماعي تجاوزت 300 مليار جنيه. ده بغض النظر عن ما تم تقديمه من الدولة من دعم، أقل درجة ليه 35% من تكلفة الوحدة، يعني الرقم ده هيزيد عليه 35% كمان تحملتهم الدولة من تكلفة أراضي ومرافق وتعويضات للمقاولين وفروق أسعار ودعم سعر فايدة للتمويل العقاري. وده مشروع مستمرين فيه بتوجيهات فخامة الرئيس بشكل جيد، وإحنا آخر إعلان فخامة الرئيس تم التقدم ليه 300,000 طلب. احنا ابتدينا الاعلان الاول ب 17,000، احنا دلوقتي الاعلان الواحد بيتقدم فيه 300,000 طلب، وطبعا بتوجيهات حضرتك احنا بنشتغل على تلبية هذه الطلبات. التحدي الاخر وهو تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، وده مؤشر نجاح للتنمية لان احنا زودنا نصيب الفرد من المناطق المفتوحة والخضراء في المدن القائمة من 30 سنتي في 2014 وصلنا لمتر دلوقتي في هذه المدن، وطبعا النسبة دي بتصل إلى 3 متر وبتتجاوز ده في المدن الجديدة، ولكن هناك كثير من المشروعات اللي احنا بنشتغل عليها عشان زيادة مسطح نصيب الفرد من المناطق الخضراء والمفتوحة، ودي مؤشرات زيادة المسطحات في مجموعة من المشروعات اللي تم افتتاح بعضها زي الحديقة النيلية في أسوان، الحديقة المركزية في مدينة المنصورة الجديدة، واللي ان شاء الله يتم افتتاحهم قريبا، الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية والحدائق المرتبطة بالمنطقة التراثية بمدينة العالمين، ودي صور من الوضع الراهن اللي تم بيه العمل. كمان زيادة المسطحات دي في مشروعات أخرى داخل العمران القائم، وإحنا جايبين هنا مثال على اليمين الصورة بتاعت منطقة بحيرة متحف الحضارة ومنطقة عين الصيرة في 2018، دي تم إضافة 50 فدان بيمثلوا الحديقة اللي قدام متحف الحضارة، وجاري العمل دلوقتي على 450 فدان آخرين اللي أشار إليهم دولة الرئيس في العرض في منطقة الفسطاط اللي كانت مكب للنفايات، هتصبح أكبر حديقة في القاهرة القائمة. ده بالإضافة إلى ما تم تطويره من ضفاف نهر النيل في مناطق الجمهورية المختلفة وتحسين جودة الحياة فيها، ودي أمثلة، ده كورنيش المنصورة وده كورنيش أسوان وده كورنيش العالمين، وكل المحافظات أخذت بمبادرة ممشى أهل مصر وطورت من ممشى الكورنيش النيل فيها. المؤشر الثالث للتطوير هو تطوير المناطق التاريخية والمناطق ذات القيمة، وإحنا يعني الموضوع ده متشعب في حاجات كتير، أنا بس العشرة مليار دول بيتكلموا على ثلاث مشروعات، القاهرة الخديوية والقاهرة الفاطمية وحديقة الأزبكية وميدان التحرير ومرحلة واحدة من كورنيش النيل، إلا أن هناك مشروعات كتيرة كبيرة جدا للتطوير المناطق التاريخية وتطوير مسجد عمرو والمساجد آل البيت. كل هذه المشروعات ما كانتش
بتؤخذ في الحسبان في خريطة التنمية العمرانية، وبنقدر نشوف ببساطة شكل العمران في القاهرة التاريخية كان عامل ازاي، ميدان التحرير في 2014 كان عامل ازاي، واحنا شفناه كلنا في احتفالية نقل المومياوات. التحدي الرابع المتعلق بالاختناقات المرورية وتداعيات السلبية للتلوث وفقد الوقت، ويمكن أشار دولة الرئيس في العرض للأرقام دي، أنا مش عايز أكرر حجم الفقد اللي كان هيتم. ودي شبكة الطرق القومية اللي تم البداية فيها وتم تحديثها وتطويرها والإضافة عليها، وده ملف هيتكلم عليه معالي وزير النقل في العرض القادم. إنما أنا بس حابب هنا أجيب لحضراتكم صورة من إقليم القاهرة الكبرى في أغسطس 15 والاختناقات المرورية وحجم المناطق الحمراء على خريطة جوجل، ودلوقتي في أغسطس 23 الشكل مختلف إزاي، وبانتهاء مشروعات التطوير اللي بتقوم بها الدولة هذا الشكل سيختلف ويكون له عوائد أكثر في سهولة الانتقال الأفراد والبضائع والأموال داخل ربوع مصر المختلفة. التحدي الخامس والأخير هو ضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي، ودي كانت قضية مهمة جدا. نسبة الخدمة لمياه الشرب كانت 97% في 2014، ارتفعت ل 98.7%، تم تنفيذ 554 مشروع بإجمالي 138 مليار، إلا أن 97 زي ما أشار دولة الرئيس دول كانوا محتاجين تجديد وإحلال شبكات وتقليل فاقد وزيادة ضغوط ورفع كفاءة خدمة، تكلفوا مبلغ كبير مش بس المشروعات الجديدة. الصرف الصحي كانت نسبة الخدمة 50% ارتفعت إلى 67%. نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي كانت في الريف في 2014 لا تصل إلى 12%، إحنا في 23 43% دون إضافة ما تم إنجازه في حياة كريمة. بإضافة ما تم إنجازه في حياة كريمة، لأن ده ملف لوحده وتقييمه بأرقامه لوحده، هيرفع بالرقم ده لما يقارب 60% في هذه في نهاية المرحلة الأولى. 1674 مشروع بإجمالي تكلفة 177 مليار جنيه تموا، وتم إدخال محطات الصرف الصحي للثلاثية، ثلاثية المعالجة اللي بتعيد استخدام المية. تم تغيير سياسة الدولة في التعامل مع مياه الصرف الصحي من سياسة التخلص الآمن إلى إعادة الاستغلال، وده توجيه من فخامة الرئيس لدراسة كل محطات الصرف الصحي حتى إذا كانت تكلفة إعادة استخدام هذه المية ونقلها إلى المجاري المائية لإعادة استخدامها هتكون باهظة، إلا أن هي ستكون أقل بكثير من تكلفة نقطة المياه في الأوضاع الحالية. لو جينا لملف التحلية، إحنا في 2014 كان عندنا 36 محطة تحلية بطاقة لا تتجاوز الـ 84 ألف متر مكعب يوم. احنا دلوقتي في 23 عندنا 99 محطة بينتجوا 1,200,000 متر مكعب يوم، وجاري العمل حاليا لإضافة 1,440,000 متر مكعب يوم هتنتهي المحطات اللي شغالة فيهم في 2025. ده بالإضافة إلى استراتيجية التحلية اللي تم وضعها تم التصديق عليها من فخامة الرئيس لغاية 2050 عشان ننتج كمان 9 مليون متر مكعب يوم على 6 خطط سنوية خمسية. الخطة الخمسية الأولى هتضيف لهذا الرقم 3.4 مليون متر مكعب خلال الخطة الخمسية الأولى. إجمالي الاستثمارات اللي تمت في قطاع المرافق والمجتمعات العمرانية تجاوز ال 2 تريليون جنيه، منهم زي ما قلنا 1,300,000,000,000 تنمية ورفع كفاءة مدن جديدة، و 700 مليار لتحسين وتطوير ورفع كفاءة العمران القائم وإمداده بالخدمات. المردود الاقتصادي للمشروعات القومية والعوائد، يعني اسمحوا لي تحدث بلا حرج، أنواع من العمران ما كانتش بتقدم، تفكير بشكل يتناسب مع مقتضيات العصر ومع مقتضيات الاحتياج القادم للأجيال القادمة. احنا في خلال هذه الفترة أصدرنا 17,500 أمر إسناد، وده رقم إعجازي في 9 سنين نصدر كوزارة 17,500 أمر إسناد، شغل فيهم 1,420 شركة مقاولات بإجمالي التكاليف 2 تريليون، 6.5 مليون فرصة عمل تم توفيرهم خلال هذه الفترة،
رواج ونشاط في الصناعات والتجارة المرتبطة بقطاع التشييد كان جالي وظاهر لكل المشتغلين. مشروعات شراكة مع القطاع الخاص في 76 مشروع على حوالي 16,000 فدان. حجم الاستثمارات في القطاع الخاص في هذه الشراكة 1,100,000,000,000، حصة الدولة فيهم 311 مليار جنيه. عوائد على مستوى التنمية الصناعية، وده جزء مهم من المجتمعات العمرانية الجديدة، عندنا 21 منطقة أو مدينة صناعية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة على بتوفر مساحة 80,000 فدان. أصدرنا خلال هذه الفترة 35,000 رخصة للبناء للمصانع. أعتقد دي حكاية وطن بينطلق، وإن شاء الله استكمالا لهذه المشروعات. أنا بس حابب أقول إن كان ممكن المخطط الاستراتيجي القومي 2050 يظل زي اللي قبله واللي قبله حلم. طب هو ليه ما فضلش حلم؟ لأن في يد تلقفت هذا الحلم وحطت له جدول زمني معدل مضغوط، ووفرت من السياسات والقرارات اللي وفر التمويل المناسب والمستدام، واللي حول الحلم لخطة. أي حلم، وده كان دايما سيادة الرئيس بيقول لنا محدش منكم عنده حلم، لأنه يملك أدوات تحويل الحلم إلى خطة ومشروع بوضع جدول زمني وتوفير التمويل اللي بيحول الحلم ده لخطط. شكرا فخامة الرئيس، أشكركم.